يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يتفق الخوارج والمعتزلة والقدرية مع أهل السنة في تعريف الإيمان؟ نعم، الخوارج والمعتزلة وش الثانيين؟ والمعتزلة والقدرية. المعتزلة هم القدرية، المعتزلة هم القدرية، يتفقون مع أهل السنة في تعريف الإيمان، لكن يغلون فيه، يقولون إن الإيمان يزول بزوال العمل كله. أما أهل السنة فيقولون العمل يختلف، منه ما يزول الإيمان بزواله كالصلاة، ترك الصلاة، ومنه ما ينقص الإيمان بزواله كالمعاصي التي دون الشرك ودون الكفر. فالفرق هو هذا، الفرق بينهم هو هذا، أنهم يقولون إن الإيمان يزول بزوال العمل مطلقا، هذا غلو. أما أهل السنة فيقولون فيه تفصيل، منه ما يزول الإيمان بزوال من العمل، ما يزول الإيمان بزواله، ومنه ما لا يزول بزواله لكنه ينقص، لكنه ينقص. نعم، هم ما عندهم نقص، ما عندهم إيمان ناقص، يما إيمان كامل ولا كفر، هذا اللي عندهم، هم عندهم يما إيمان كامل ولا كفر. وهل هم سلموا هم من الآفات والمعايب؟ معناه أنهم حكموا على أنفسهم بالكفر والعياذ بالله. مع أهل السنة فيفصلون. نعم.